جميع رجالة الشرقية عينهم من ناس ما عاوزيني أقع أو يمسكوا عليا غلطة بأي طريقة. إلي نظرة في الفرخة، وإلي أعرف الفرخة العيانة من فرخة السليمة برضه، وأعرف الفرخة هتزيد عندي من فرخة مش هتزيد عندي. معايا فراخة أنا هنا زادت 2.5 كيلو، هي فرخة كده جوت أنا شربتها بيبسي وكلتها زبادو، عملت لها البيضة هلبسها بامبز. فعلا جبت البامبز ولبسته. نسمة اللي الكل حطت عليها، انا نسمة بجن اللي جالبة الدنيا، اللي كل الناس مفكرة تحت القبة الشيخ زي ما بقول، بس نسمة عادي خالص، بسيطة وعادية جدا، طالعة من طبقة بسيطة والحمد لله بتعامل بحسن نية مع الكل. معرفش واخدين الكلام الظاهر عليا، يعني هم مفكريني غنية جدا وهم مش عارفوا حاجة، الواحد مقضاها بعيش وحادي كده زي ما بقول. من نسمة وهي صغيرة طلعت لقيت أهلي ناس بسطة، وجفت واشتغلت وساعدتهم، جيت اتجوزت مش في نصيب برضو الحالة المادية الجد، اشتغلت هنا بقالي 14 سنة، حياتي كلها مقضيها شغل. أنا بحب أجيب الجنيه، دي بيعمل مشروع أحب أشتغل وأعمل زيه عشان أعرف أجيب الجنيه. لقيت التواصل الاجتماعي بقول لك عليه فلوس ومش فلوس وطلعت عليه. طبعا حضرتك لما الست الشرقيه بتطلع على ابلكيشن عيبه جدا، هو مش عيبه، بدات عملت فيسبوك وعملت اليوتيوب وعملت جميع التواصل عشان لقمه عيش زايده العيب. طبعا دي حاجه مش اللي هي في الشرقيه. وانا صغيره كنا عادي بنشتغل في مصانع كده، بس بقالي مده يعني 4 سنين في بيت اهلي، فابو كبير و14 سنه حوالي 17 سنة في فراخ برضه. بعرف الفرخة، بعرف الفرخة الحلوة من الشين. إلي نظرة في الفرخة، وإلي أعرف الفرخة العيانة من فرخة السليمة برضه، وأعرف الفرخة هتزيد عندي من فرخة مش هتزيد عندي. معايا فراخة أنا هنا زادت 2.5 كيلو في الوزن، علف عادي بس بحط حاجات تانية يعني عسل، بودرة توم على العلف، بتزود يعني بتبقى الفرخة نظيفة. بشرب المية المعدنية عادي، حتى المية ببلاش. ماشي، عسل. بضيف عسل، وفي الصيف بيبسي، انا منعت البيبسي والقصص من دي. الشامبو دي اقول لك شامبو مع صابون، لما الفرخه بتيجي شكلها مش الحلو بضطر اغسل الفرخه واحميها. رد فعل الناس بيقول لك عبيطه، اوعى عليا الاقيني استحمى، ما اصل انا جاي اعمل حياتي في الغلا. لما مثلا الدنيا غاليه وقصص من دي بيقول لك احنا هنحمي عيالنا بالشامبو ولا هنحمل فرخه. انا بروق شغلي، والمفروض ما حدش يزعل من حاجه زي كده، دي شغلي وانا حره فيه. والله لا الصراحه مش كنت بلا، مش انا هقدر البس بامبز، هي فرخه كده جوت انا شربتها بيبسي وكلتها زبادو، عملت لها البيضه هلبسها بامبز. فعلا جبت البامبز ولبسته. لا مش بعجبهم، قلت لك احنا يعني شراقوه دارين على الحاجه البسيطه. اول ما طلعت على الفيسبوك، اول ما طلعت على الفيسبوك كان في تريقه فظيعه، نسمه بتاعت الفراخ طلعت على الفيسبوك نسمه نسمه نسمه، لا نسمه استلمت الدرع، يعني مش مصدقين ان انا شايفه شغلي ومشهوره وقصص من دي، مسكترين عليا الفرحه. ما دي فرحه برضه، لقمه عيش. وبعدين هم فاكرين الفيسبوك او جميع التواصل انت بتطلعي تهزري، مش لقمه عيش. احب اقول لاي حد متابعني بيحبني الله يفتح له باب رزقه ويسعده، تحياتي للجميع، واي واحده تحياتي لها، واللي مش بيحبني بقى مع نفس. معايا حوالي 4 مليون، ما لا بصي مش يكمل مليون من مصر، 3 مليون خارج مصر. رسائل كلها جميله جدا، وناس بتدعي لي وناس بتدعمني. معايا بنات اصحابي مش مخليني عاوزه حاجه، لا انا ما بطلعش، هما بيقابلوني في الشارع وبسلم على الكل. وفي ناس تتمنى ان انا مثلا يبعتوا لي دعوه، بنات اصحابي يبعتوا لي دعوه ان انا اسافر اروح اعمل عمره اروح اعمل كده، ما بطلعش بره. لو انا قبلت دعوه من الدعوات هيقول لك طالعه تقضيها بره، مش هيقول لك طالعه تتفسح. احنا في شعب، قلت لك احنا في ريف، صعبين جدا، موت موت. لو انا عملت يعني كده ولبست نسمة النهاردة جايلها عريس ولا ايه؟ كل حاجة حدانا بالحروكروك. أول عريس جالي طفشته، قلت عليه أحول. لا الصراحة لا، مش كنت عايزة أتجوز. لا تاني عريس برضه رفضت، عشان كنت بحب الشغل. لا الفرخة ايه؟ عشان كنت بحب الشغل. الصراحة اللي يحب يشيلي كنت برفض، طبعا عشان كنت بحب الشغل جدا. كنت مفكرة لو أنا اتجوزت هياخدني من الشغل.
لما اتجوزت لقيت برضو الحاله الجد اشتغلت. يعني انا طول عمري بحب المهنه وبحب الشغل. عادي ما كان حد، انا كنت تمت 18 واقول لك على النزف كبرت عشان اراضي اهلي. والله المشاكل حاليا اللي بتجابلني دلوقتي كله عينه عليا. حاليا جميع رجالة الشرقيه عينهم من الناس مش عاوزيني اقع او يمسكوا عليا غلطه باي طريقه. ما عملتش حاجه والله، انا طول عمري هنا في البلد مع نفسي، ولا بستلف من حد ولا باخد حاجه من حد. هما شايفيني معتزله وطالعه على ابلكيشن يقول لك ايه، طب هي مش بتكلمنا، امال طالعه على الفيسبوك تعمل ايه؟ طب انا طالعه اقول لكم تعيشي، لازم اكلم دي واكلم دي واحترم دي واحترم دي عشان لكم تعيشي. بعمل وصفات اكل، ما كنتش عاوز اعمل محتوى دي ولا حباه، عملته عشان كلامهم برضو كان محتوايا كوميدي، جلبت نشاطي لاكل عشان اعجب الناس ومش عاجبهم برضو.